قال شيخنا وإمامنا الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة. الله أكبر، الله أكبر. ذو العبد مولاه إذا ضامته دنيا. والله الذي لا إله غيره، يقسم لي أحد إخواني الأطباء في القاهرة، يقول: والله يا شيخ محمد، من أعجب ما رأيت، دخل علينا رجل من أهل القرآن ليجري جراح. يقول الرجل تجاوز 60 عاما، لحيته بيضاء، وجهه منير مشرق. يقول فلما لبس ملابس الجراحة بكى، فقال له الطبيب: ليش تبكي؟ ما شاء الله أنت من أهل القرآن، وجهك منير وأنت إمامنا. قال: يا ابني والله أنا ما أبكي خوفا من الموت ولا خوفا من الجراحة. قال: سبحان الله، إذا لماذا تبكي؟ قال: والله سألت فعرفت أن العملية ربما تستغرق أكثر من 4 ساعات. قال: نعم، ربما من 4 إلى 5 أو 6 ساعات. قال: الحمد لله. طب خايف؟ قال: لا لا لا، أمال بتبكي ليه؟ قال: والله أنا بس ببكي لأني سأحرم اليوم من قراءة الورد اليومي للقرآن. النهاردة مش عارف أقرأ القرآن الورد اليومي. قال له: بتقرأ كم جزء؟ قال: بفضل الله أنا بختم كل 3 أيام مرة، يعني أقرأ كل يوم من 10 أجزاء. فأنا الآن أخشى أن يضيع مني هذا الورد اليومي والقرآن. يقول الطبيب: فشعرت بضآلة شديدة لنفسي وحقارة شديدة لنفسي، رجل في جراحة يخشى أن يفوته ورده اليومي من القرآن وهو في مرض. يقول: وأنا صحيح معافى، ربما يفوتني أسبوع أو أسبوعان أو شهر لا أقرأ آية واحدة في كتاب الله جل وعلا. يقول: ثم نظر لي هذا الوالد وقال لي: يا ولدي، أنا أريد منك طلبا. قال: تفضل. قال: أريد أن أصلي 2 ركعة، وإذا وضعتموني على المكان الذي ستجرون لي فيه الجراحة أرجو أن تتركوني 1 ساعة كاملة لأبدأ في قراءة الورد اليومي للقرآن، فإذا ما مضت 1 ساعة فليتقدم الطبيب الذي سيضع لي البنك وابدأ بعدها في إجراء الجراحة، وأسأل الله لك التوفيق. قال: خلاص إن شاء الله لك ذلك. يقول: فنام على المنضدة في غرفة الجراحة وبدأ يقرأ من حفظه، فهو من أهل القرآن، بدأ يقرأ بفضل الله تبارك وتعالى. وبعد انتهاء الساعة تقدم الطبيب وأعطوه المخدر أو البنج، ثم راح في غيبوبة. واقترب الطبيب ليجري له الجراحة مع إخوانه، يقسم لي بالله، يقول: والله يا شيخ محمد، ما كف هذا الرجل عن القراءة بصوت مرتفع طوال مدة الجراحة. نادي في ظلام الليل بالأسحار رباه إله العرش يا أملي سنى قلبي وسلواه. القلب منشغل بالقرآن، واللسان ده مغرفة للقلب. اللسان لا يتحرك إلا بأمر من القلب، والعين لا تنظر إلا بأمر من القلب، والجوارح كلها حشم وخدم وجند لهذا الملك. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وأجمل من قول أبي هريرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.